وغيرهم يتوهم بعض هؤلاء أن هذا الإعجاب أو هذا التعليق هو إعجاب بالشخص، فبالتالي تجده يعني قد يفتح لنفسه بابا واسعا من التواصل، فإذا لم أغرد أو أعلق بعث إلي على الخاص لماذا لم تعلقي وينك وما أشبه ذلك، وقد يتطور الأمر إلى أكثر من هذا. أنا حكت بهذا فقالت ينبغي أن يعلم الرجال أنه ليس كل إعجاب أو كل تغريدة في تعليق على كلام لأحد الباحثين أو لأحد الكتاب أنه هذا إعجاب بشخص، يعني قد لا تعرفه ولا تدري من هو، لكن الكلام أعجبها، أعجبتها مقالة، علقت، دخلت في حوار. لا لا يعني ينبغي الفصل بين الشخص وبين كلامه، فلا يكون هذا منعكس عليه. وبعضهم يتوهم يعني يتوهم انها معجبه وان تبيه وانها راغبه فيه وانها حابه ان تقيم معه علاقه سواء عد محرمه او مباحه. فينبغي الاقتصاد وفهم انه مثل هذه التعليقات لا ينبغي ان يذهب به الذهن الى ما هو ابعد من 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 حدودها. وينبغي أن أقول لأخواتي أن يكون على حذر من مثل هذا، لأنه فعلا يعني هي نفسها الأخت التي حدثتني قالت أنا يعني وجدت من هذا الاهتمام نوع من الميل بسبب كثرة الاهتمام والالتفات إلى تعليقاتي من هذا الكاتب أو من ذاك المغرد، فوقع في قلبي ونفسي شيء. طبعا هنا يعني ينبغي أن نعرف أن القضية هنا تحصل شراكة من الأطراف في إيجاد المشكلة، فليس هناك طرف جامد وطرف متحرك، بل في الغالب أنه هناك نوع من قياس التجاوب بين الطرفين يحصل به ما يحصل من 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 مثل هذه الإشكاليات. أنا قلت هذا الكلام يعني لأجل أن أنبه إلى أنه المسألة لا تحل بحلال وحرام، إذا قلنا حلال فالأصل الحل، لكن أيضا الحرام إذا قلنا حرام فلن يحل الإشكال، بل ينبغي أن نعرف أنه المسألة تحتاج إلى تنبه.